وأولا أنه الدولة كما نظر لها من قبل الناس ديال العلوم السياسية وكيف تطورت، يعني الدولة ستكون دولة مؤسسات، والمؤسسات يجب أن تكون منتخبة، منتخبا انتخابا يعني شفافا ويعني ديمقراطيا ونزيها وكيحترم تكافؤ الفرص. إذا المسألة ماشي مسألة أننا نستدعي نخبا من أحزاب معينة في قضايا معينة، المسألة هي في البناء الديمقراطي اللي كيبدأ بالعملية الانتخابية. العملية الانتخابية خصها تحقق تكافؤ الفرص، حنا ما كانش تكافؤ الفرص لا مادي ولا في الولوج إلى الإعلام ولا على مستويات عديدة. نحن مثلا ما يمكن لناش أننا يكون عندنا تقريبا 40,000 مراقب في كل مكتب انتخابي، وحنا ما عندناش دعم سنوي، يعني الدعم المادي كان من 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 المعيقات الى جانب يعني عدم التكافؤ في 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 الولوج الى 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 وسائل الاعلام. هذا بغض النظر عن هذا، حنا كنقولوا بانه المغرب ملي غادي يشكل مؤسسات قويه وبرلمان يشرع ويراقب وتعمل العمل ديالو وفيه نخب ماشي اميه، فيه نخب كفاه نساء ورجالا ونزيهين وما تيسرقوا يعني وما كيستافدوا شيء بهذا البضخ اللي كاين، راه هما اللي خصهم يتحملوا المسؤوليه في كل صغيره وكبيره. طبيعة الحال الاحزاب اللي ما كتكونش في الحكومه كتكون عامله المعارضه وكتعمل الدبلوماسيه الموازيه ديالها وكذا. اذا هذيك الحكومه هي اللي خصها تكون مسؤوله على الملف ديال الصحراء وتكون مسؤوله على كل الملفات. اليوم احنا مازال عندنا حكومات متحكم فيها ولا تحكم، وبعض المرات ما كتلقاش فيها الكفاءات اللي خاصه في مجال ما، وبعض المرات الدولة يمكن لها واخا تكون عندها مؤسسات قوية كيمكن لها تلجأ مثقفون طراز عالي أو باحثون أو مراكز بحث مستقلة باش تعاون. أنا كنقول اليوم بأن الدولة المغربية اللي كتقول بأن القضية ديال الصحراء هي أولوية الأولويات، فينا هما المراكز ديال البحث اللي كيتابعوا هذه القضية؟ فينا هما المثقفون ديال الدرجة الألف ديال المغرب اللي هما واقفين كيف كنقولوا بالدارجه على الشاده والفاده، وموجودين البعض منهم، ولكن هذا الشيء كله غير منسجم وما دخلش واحد الاستراتيجيه تشاركيه اللي حنا دائما كنا كنطالبوا بها. فيما يخص الملف ديال السويد، يعني كانت وقعت الواقعه وحنا في المغرب ما كنخدموش بلا بلانيفيكاسيون استراتيجيك وما كنديروش يعني استراتيجيه استباقيه، يعني حتى تجينا الضربه عاد كنوضوا نشوفوا منين جايه الضربه كنشوفوا واش غادي نديروا. بطبيعه الحال كانت استشاره مع امناء الاحزاب، وكان المقترح انه يمشي وفد يساري، لاننا احنا بغينا نمشيو مجموعه منسجمه وتكون عندها مصداقيه، لانه راه تنعرفوا حنا الغرب وتمشيو عندهم. اذا بما ان الحكومه كانت في السويد يساريه، يعني كان اختيار صائب انه يمشي وفد يساري، واللي كان لي الشرف بانني اتراسه. ولماذا تراسناه؟ ربما لانهم يعرفون بان الحزب الاشتراكي الموحد دائما يشتغل على القضيه الوطنيه ويحضر المؤتمرات الدوليه وعنده طرح متقدم جدا بخصوص الحل السياسي في للقضيه، واكثر من ذلك قبل ان ينشب هذاك المشكل مع الدوله ديال السويد، كانت المؤسسه ديال الرفيق بن سعيد ايتي الدر تشتغل على ندوه دوليه بخصوص الصحراء، وانا كنت ضمن الفريق الذي يعد لهذه المساله. اذا كنا على درايه شامله ماشي فقط غير بالحق التاريخي للمغرب، ولكن كذلك بالقانون الدولي وكل الامور، ودرنا واحد اللجنه اللي وجدت معنا يعني الملف واللي جعلتنا اننا نكونوا ناجحين في ذاك المهمه اللي قمنا بها. المهمه كانت ناجحه بامتياز، ولكن دابا المشكل هو في الاستمراريه. انا كنت تكلمت في كليه الحقوق على واحد القاعده ديال لي 4 سي، خاص لا كونيسونس، خاص المعرفه والدرايه بالملف، خاص لا كونسيونس بلي زونجو انترناسيونو، تكون فاهم واعي بماذا، خاص كذلك لو ثوازيام سي هو لا كونتينيتي، خاصك الاستمراريه في العمل ديال 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 هذا الشيء، ماشي تتبني واحد الياجوره خاصك تزيد خاصك تكمل. فاحنا مشينا احنا كوفد يساري وحققنا نتائج مهمه، وهذوك الناس وعدونا بانهم راه ما غاديش يعترفوا بديك الجمهوريه الوهميه، وجيت قلت لهم عرفتي دابا اللي خصكم ديروه هو انكم تفتحوا معاهم قنوات ديال التعاون الاقتصادي، لان اوروبا كلها كتعرف ازمه اقتصاديه، ونشوفوا كيفاش نتعاونوا معاهم هذا. فيعني الدوله المغربيه ارتأت انها تصيفط واحد الوفد سيمانه من مورايا في واحد العدد ديال الناس. انا قلت لك راه قلت لهم راه هاد الناس راه تستقبلونا، وقال لك ما تبقاو تصيفطوا لنا حد، راه وصلتنا الخبر. ولكن هما تيصيفطوا ديالهم تيمشيو يتفجوا مع راساتهم. انا ما عرفتش كيفاش غادي يدافعوا على البلاد، لان اللي ما تيدافعش على مصلحه مدينه يقودها
أو مجلس جهوي أو قروي يقوده وينهب، وهذا أش غادي يدافع؟